أخبار المال من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، قال رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك الجزائري رشيد حشيشي إن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من مادة البنزين الخالي من الرصاص بعد دخول وحدة إنتاج مثيل ثاليبوتيل في ولاية وهران غرب الجزائر حيز الخدمة جوان 2025. حشيشي وخلال زيارة عمل بولاية وهران الجزائرية قال إن الوحدة الإنتاجية الجديدة تقدر طاقتها الإنتاجية ب200 ألف طن سنويا، وستتمكن من تغطية احتياجات المصافي والاستهلاك الداخلي وتصدير الفائض من الإنتاج. فيما يخص مشروع لامبيتيلو، هو مشروع مهم جدا. لامبيتيلو هو استراتيجيف pour l'essence. Pour l'essence sans plan. Parce que nous avons le plan. Donc on produit l'essence sans plan. On a besoin de la sauce. Et ça nous permet de faire de l'estirade. Quand on entre dans l'intage, on a besoin de la quantité d'intage de 200 000 tonnes. Et ça nous permet de faire de la sauce dans le Jazeera. والباقي سيصدر ويعطينا الفرصة أن نرفع من إنتاج البنزين الإيسانس في الجزائر. المشروع من المفروض حسب البرنامج إن شاء الله سيدخل حيز الخدمة في جوان 2025. في نفس السياق قال الرئيس والمدير العام لمجمع سوناتراك إن أكبر تحد يواجه المجمع هو ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي دون المساس برفاهية الجزائريين. رئيس المدير العام لعملاق الطاقة الجزائري قال إن الاستهلاك الداخلي يمثل حوالي 45% من إنتاج سوناتراك من الغاز الطبيعي. حشيشي قال إنه يمكن اقتصاد حوالي 15% من الغاز الطبيعي وتوجيهه للتصدير في حال الاستغلال الأمثل للكهرباء التي تنتج ب 98% من الغاز الطبيعي. بالفعل استطعنا تغطية احتياجاتنا الداخلية من الغاز الطبيعي ونقوم بتصدير الفائض من الإنتاج. بالطبع الاستهلاك الداخلي أخذ في الارتفاع بشكل كبير. أكبر تحدي يواجه سوناتراك هو ترشيد استهلاكنا الداخلي من الغاز ومحاربة التبذير، وبذلك نستطيع توفير حوالي 15% من الغاز بدون المساس برفاهية مواطنينا، وهو ما يسمح لنا بزيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي. اليوم استهلاكنا من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 45% من إنتاج سوناتراك. ولإثراء نقاش أرحب بضيفي هنا في البلاتو والمحلل الاقتصادي الدكتور هواريتي غرسي. مرحبا بك دكتور. إذا شاهدنا تصريحات رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك، في الشق الأول يتحدث عن تلبية الاحتياجات من الوقود دون رصاص، نتحدث هنا عن سامبلون، وكذلك عن مواد عديدة كانت في السابق نستوردها من الخارج. الآن هناك نظرة أخرى نحو مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين مشتقات الطاقة من الوقود بدرجة أكبر. هل نتوجه نحو تأمين هذه المواد ومشتقات الطاقة في السنتين المقبلتين دكتور؟ نعم، طبعا هناك تحكم في الطلب الداخلي، ولكن السيد المدير العام حكى نقطة مهمة جدا، لأنه ارتقينا إلى مستوى 45%، ولكن وصلنا في السنوات السابقة إلى مستوى 60%. نظن أنه يجب طبعا الحفاظ على التبذير اللي موجود في الطاقة. نظن أنه بالنسبة للبنزين في المرحلة السابقة كان تقريبا حسب تصريحات أحد الوزراء كان تقريبا 60% يهرب عبر الحدود الجزائرية، وهذا مهم جدا. كيف يمكن استغلال الإمكانيات الوطنية وطبعا زيادة خاصة في مخصص الإنتاج، وكذا بالنسبة لمشتقات البترول وحتى بالنسبة للغاز. نظن أنه السيد رئيس الجمهورية قال بكل صراحة، قال المراحل القادمة لا يمكن أنه الاتكال على طبعا تصدير هذه المنتجات خامة، يجب أن تكون صناعة تحويلية بالنسبة للمنتج. اليوم طبعا نحكي على ملايير الدولارات تم إدخالها بالنسبة للخزانة العمومية عن طريق العمليات الإنتاجية من خلال الإنتاج
بالنسبة للبنزين، بالنسبة لي بدون رصاص، بالنسبة لي الغازوال، بالنسبة لي مع تشغيل المصافي الجديدة كذلك عدة مواد. نظن أنه حتى بالنسبة للمصافات الجديدة، بالنسبة لي سيد رئيس الجمهورية أخذ قرار مهم جدا في مجلس الوزراء بالنسبة لي المصافات تاع حسين مسعود. اليوم أنه نحكي على مؤسسات عالمية عندها أكثر من 36 مصافات وطالبة طبعا شراكة بالنسبة للجزائر. إذن هناك إمكانيات وطنية، هناك استكشافات غير مستغلة. السنوات الماضية نحكو على عشرات الاستكشافات اللي كانت موجودة وغير مستغلة، نحتاج طبعا، ولكن في كثير من الحالات كان توجز من طرف طبعا المؤسسة الأم اللي هي سوناتراك. نحتاج طبعا إلى طبعا شركاء مهمين جدا. شفنا طلب على الغاز والأزمة اللي كانت في المراحل السابقة بالنسبة لأوروبا، ولكن كان الجزائريين صراحة في الجانب هذا. نعم هناك استكشافات، هناك إمكانيات وطنية، ولكن يجب طبعا الولوج إلى عملية الاستثمار فيما يخص المورد الطاقوية بالنسبة للغرب إذا أراد الحصول على هذه الطاقة. نظن أنه السياسة بالنسبة للجديدة بالنسبة للسلطات العمومية كيف لين وعلاش مشتقات البترول أسعارها جد مرتفعة، وتشوف لما تشوف القيمة الخام القيمة الأصلية للمادة الخام والقيمة النهائية في بعض الحالات أنه نحكو على عشرات من القيمة. معناتها لما نحكو على طبعا سعر البرميل بالنسبه للبترول 80 دولار، ولكن خليني نقول لك انه السعر المنتوج النهائي 1000 او اكثر من 2000 دولار بالنسبه لهذا المنتوج. اذا الاستراتيجيه الوطنيه من خلال دعم، هناك طبعا قانون مهم جدا بالنسبه لقانون المحروقات، وهناك بالنسبه لقانون الجديد ل قانون طبعا الاستثمار اللي موجود بامتيازات موجوده في هذا القانون، الامتيازات خاصه فيما يخص التحول طبعا الطاقوي، كيف يمكن خلق طبعا صناعه تحويليه من خلال الامكانيات الوطنيه وتحفيزات مهمه جدا. نظن انه كثير من المؤسسات تريد الاستثمار في الجزائر، لكن السؤال اللي يطرح هل طبعا هذه الاستثمارات اللي موجوده في الجزائر بالسعر، طبعا لانه في كثير من الحالات هذه المنتجات اللي تريدها مرتبطه بالموارد الطاقويه، هل طبعا نبيع طبعا هذه المنتجات بسعر طبعا محلي والمدعم تقريبا 20% او السعر طبعا المرجعي بالنسبه للاسواق العالميه؟ يجب طبعا توضيح هذه الرؤيه بالنسبه لي في نفس السياق، في نفس السياق بالنسبه لقانون الاستثمار لانه مرتبط بمناخ الاستثمار وقانون الاستثمار. فعلا استاذ هواريتي غرسي، في نفس السياق بالحديث عن المشتقات النفطيه والمشتقات الطاقويه، على مدار مده من الزمن نحاول دائما مساله تطوير مجال وتثمين مجال المشتقات الطاقويه، ندرك اهميه هذه النقطه في الصناعات النفطيه وفي المشتقات الطاقويه ومداخلها مثل ما تحدثتم، واهميه المدخول والقيمه المضافه ل النسيج الاقتصادي ولقطاع الطاقة. هل يمكننا التحكم في مسألة تكنولوجيا هذا الجانب، وكذلك التصنيع مثل ما تحدث الرئيس في أكثر من مادة من فترة على ضرورة ولوج ودخول عالم المواد النصف المصنعة الطاقوية قبل الحديث عن المادة الخام؟ والله شوف، خلينا مرتبطة بنقطتين، مرتبطة بمناخ طبعا الاستثمار لأنه هناك استكشافات وطنية كبيرة موجودة، ولاحظنا في المرحله السابقه قبل اعداد قانون المحروقات في طبعا 2019 انه تقريبا افتقدنا كثير من استقطاب الاستثمارات. الحمد لله انه صدقنا طبعا على هذا القانون، وطبعا هذا البرلمان اللي كان صادق هذا القانون نحيوه البرلمان هذا رغم الضغوطات اللي كانت موجوده في هذيك اللحظه، خاصه الفكر اللي كان موجود انه طبعا فكر غير واقعي. اليوم انه نقول الحمد لله انه عندنا قانون لاستقطاب الاستثمار، لانه الامتيازات كاشكاليه الامتيازات كيف يمكن فعلا ان تمنح الامتيازات لطبعا هذه المؤسسات ولهذه الشركات العالميه المرتبط بعمليه. اذا كان طبعا هناك امتيازات مهمه راح يكون عندك موجود انه مؤسسات. نظن انه اليوم خاصه بعد الانتهاء من قانون الاستثمار كثير من المؤسسات العالميه موجوده في الجزائر، واحداث طبعا حركية بالنسبة لعملية تشاركية في الجزائر وتوجه نحو الاستثمار في الجزائر، سواء بالنسبة للجانب الطاقوي سواء بالنسبة للصناعات التحويلية. فقط لازم تعجيل فيما يخص مناخ الاستثمار وقانون الاستثمار، وتحسين كذلك مناخ الاستثمار فيما يخص الصناعات التحويلية. انه اليوم عندنا موارد طاقوية، عندنا قدرة تصديرية، عندنا كذلك استكشافات،
يجب طبعا الاستقطاب، لانه شفنا انه المفوض عفوا بالنسبه للاتحاد الاوروبي اللي كانت موجوده في الجزائر المرحله السابقه، وحتى بالنسبه لاوروبا تنادي المؤسسات طبعا البتروليه الاوروبيه للتوجه الى الجزائر، لانه الجزائر طبعا شريك موثوق. الجزائر طبعا معروف من حيث الاستقرار الاجتماعي والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وهذا طبعا ما يجعل كثير من المستثمرين يقبلوا طبعا بالنسبه لعمل الاستثمار، سواء بالنسبه لعمل الاستكشاف، سواء بالنسبه لعمل الانتاج، سواء بالنسبه لعمل التطوير، وحتى بالنسبه لعمليه التسويق، لانه اهم نقطه هي هناك لما تكون عندك شركات متعدده الجنسيات وعندها معرفه وخبره وتواجد تقريبا في كل العالم، يمكن ان تسوق لك اكثر بالنسبه للمنتوجات نتاعنا. نظن انه مهم جدا الولوج الى استقطاب تكنولوجيا، كيف يمكن تحقيق الشراكه بين طبعا الجزائر وبين كثير من البلدان اللي عندها نيه فيما يخص الاستثمار، واللي همها فقط الاستثمار بين دون الجانب السياسي الاخر. نعم. بالعودة الحديث أستاذ عن استهلاك الغاز الطبيعي والنسبة الكبيرة، تحدثت عن 45% من إنتاج سوناطراك يستهلك داخليا، ومسألة الترشيد لاستهلاك ب 15% يعني ممكنة في الفترة المقبلة وتحويلها نحو تصدير، كيف نضبط هذا الملف الأستاذ هوريتي غرسي الذي شغل بال وزارة الطاقة وكذلك الحكومات السابقة؟ طبعا نفتخر انه طبعا هناك مقاربه اجتماعيه من حيث الايصال بالنسبه للكهرباء تقريبا 99% للمجتمع الجزائري، نظرا انه ولا دوله في العالم تقريبا عندها بهذه النسبه. نقطه اخرى حتى بالنسبه للغاز، نظن اكثر من 60 تقريبا 66 بالنسبه لتوصيل الغاز الى حتى للمناطق الجبليه، شفنا انه كثير من التدشينات بالنسبه للمسؤولين سواء المحليين حتى بالنسبه للقطاعات للوصول لهذا المنطق، لكن مش عيب أن نوصل إلى هذه المناطق، فقط أنه نحافظ على الإمكانيات الطاقوية من خلال عملية ترشيد بالنسبة للاستغلال، لأنه السنوات الماضية مثلا وصلنا إلى مستوى 60%، 60% إذا طبعا لم تكن تنتج باستمرار، وطبعا استغلال الاستكشافات الطاقوية اللي موجودة والغازية اللي موجودة حتى بالنسبة لي أنواع أخرى بالنسبة للإنتاج في المرحلة القادمة، يمكن أن تصل إلى سنوات ما تكونش عندك إمكانيات للتصدير. نظن أنه يجب طبعا الإنتاج للتنويع، ويجب إنتاج لفرض هذه القوة الإنتاجية، ولكن بالمقابل يجب الحفاظ على الطاقات الموجودة بالنسبة للمواطن، وأن يعي طبعا المواطن ما هي طبعا قيمة الغاز وما هي قيمة تكلفة بالنسبة للغاز في الجزائر. تكلفة بالنسبة للغاز، هناك مجال آخر يمكن كذلك كبديل لبديل الغاز الطبيعي، الطاقات الشمسية في تشغيل المحطات الكهربائية بدل الغاز الطبيعي، هناك نية كذلك لصانع القرار في الجزائر للتحول والتوجه نحو الطاقات الشمسية خاصة في مناطق الجنوب وتشغيل المحطات الكهربائية بهذه الطاقة المهمة. نعم، هناك طبعا القطاع العمومي موجود اللي نحكي على مشروع طبعا بالنسبة لصنع الغاز، وحتى بالنسبه لسوناطراك اللي هو مشروع طبعا مهم جدا فيما يخص الجانب، ولكن شهدنا طبعا حتى ولوج القطاع الخاص فيما يخص العمليه. اليوم هناك طبعا مستثمر في الجزائر اللي استثمر في الجنوب، وهناك مشروع مهم جدا لايجاد او لانتاج طاقات شمسيه ولانتاج طبعا اللوحات الشمسيه، لانه هناك امكانيات وطنيه من حيث الاستغلال الطبيعه، كيف يمكن استغلال الطبيعه فيما يخص المناطق الجنوبيه حتى بالنسبه لاستغلال طبعا الكهرباء. اليوم كثير من الفلاحين مثلا في مناطق عديده في مناطق طبعا بعيده عن المدينه ينادونا في كثير من الحالات توفر الكهرباء. نظن انه البديل هو طبعا الطاقات الشمسيه اللي موجوده في الجزائر، ويجب أن نسير بهذه العقلية فيما يخص الاستثمار، سواء بالنسبة لتشجيع القطاع الخاص وهذا مهم جدا، وسواء بالنسبة كذلك الاستثمارات المتعددة فيما يخص القطاع العمومي خاصة بالنسبة للجنوب الجزائري. وهنا طبعا نشوف أن الفائض راح يكون كبير فيما يخص الاستغلال من خلال المشتقات نتاعو في الجزائر، أو الاستغلال تاعو من خلال عملية التصدير لإدخال طبعا العملة الصعبة بالنسبة للجزائر. ولكن مادام هنا طبعا كاين إمكانيات وطنية فيما يخص طاقات شمسية، يجب استعمال هذه اللوحات، ويجب طبعا تدعيم المستثمرين طبعا في الجانب هذا، لأنه
هناك طبعا هناك مشاريع عملاقه كذلك، هناك مشاريع عملاقه بالنسبه للسلطات العموميه العديد من، ولكن هناك مشاريع كذلك بالنسبه لي يجب طبعا تشجيع القطاع الخاص على الولوج الى هذه العمليه، وتشجيع تقريبا كل فرد موجود في المناطق الجنوبيه لاستغلال طبعا هذه الطاقات الشمسيه، لانه بسيطه نعم مكلفه في البدايه ولكن غير مكلفه اللي شفناها. هذه لما تكون طبعا على المدى الطويل والمدى المتوسط والمدى القصير، نظن انه وطبعا حاجه اخرى هو نظيفه مرافقه بالنسبه للبيئه، وراح تعطي لك حلول اخرى في المرحلة مساحه مناوره كذلك الفتره المقبله خاصه بالنسبه للطاقه. الاستاذ هواريتي غرسي، سؤال اخر واخير استاذ هواريتي غرسي، الان الجزائر تبحث عن تنويع مصادر الطاقه والتنويع كذلك للاستثمارات في العديد من المجالات، سواء بالنسبه للانتقال الطاقوي وحتى للطاقات الكلاسيكيه والوقود الاحفوري. هناك مشاريع وضعتها سوناطراك على الارض امس فقط، نعود الحديث عن مساله محطات تحليه مياه البحر هي الان لصالح شركه سوناطراك والاستثمار في احد فروع شركاتها في هذا المجال. كيف نقرا اعطاء كل هذه الثقه لصالح مؤسسه مجمع سوناطراك للاستثمار في مجال تحليه المياه البحر؟ ندرك ان هناك العديد من الدول لديها باع، وكانت هناك شركات جزائريه عديده مع عديد من الدول في مساله تحليه مياه البحر، الان تخوض سوناطراك تجربه اخرى لمساله الاستثمار وانشاء محطات تحليه مياه البحر، كيف نقرا هذه التجربه الاستاذ وليد غرسي؟ الحمد لله أنه البداية كانت بصعوبة مع شركات مؤسسات أجنبية، ولكن اليوم عندنا طبعا مؤسسة وطنية مهمة جدا استقطبت طبعا التكنولوجيا وعندها طبعا تحكم وعندها باع فيما يخص هذه التكنولوجيا. اليوم نحكو على أكثر من 23 محطة موجودة في الجزائر. الهدف أنه البعد يمكن أن يصل إلى 150 كيلومتر بالنسبة لهذه المحطات. نظن أنه بداية الفكرة كيف يمكن تصدير طبعا هذه التكنولوجيا. اليوم انه حتى بلدان اوروبيه تريد من هذه المؤسسات لاستقطابها ولاستقبالها ولانجاز هذا المشروع. نظن انه ما دام انه تحكمنا في التكنولوجيا اكيد راح نتحكم في التكاليف نتاعها في المراحل القادمه. شفنا طبعا مجلس الوزراء، شفنا افكار موجوده فيما يخص الفكر طبعا نتاعنا والابداع، وخاصه بالنسبه للمؤسسات الجامعيه مثل ولاية سيدي بالعباس مؤخرا التجربة بالنسبة للمياه المستعملة، كيف يمكن استغلال المياه المستعملة تنقية التصفية طبعا في كثير من الحالات لا يمكن أو لا نستغل منها طبعا أقل من 10%. إذا هذه الطريقة الحديثة وهذه التكنولوجيا المبتكرة المبدعة الموجودة في الجزائر، ومن اكتشاف طبعا الخبرات الموجودة في قطاع التعليم العالي، ضرورة أنه تكون مساهمة فيما يخص إيجاد حلول أخرى، لأنه اليوم نحكو على تحلية مياه البحر، اليوم كذلك حلول أخرى، حلول طبعا حلول الإبداع، حلول الفكر موجودة بالنسبة لدور الجامعة فيما يخص المياه المستعملة تعطينا حلول أخرى، ثم كذلك بالنسبة للمياه في مجالات أخرى، لأنه نحتاج إلى دعم حقيقي فيما يخص المساحات المسقية. اليوم وصلنا إلى بعد ما كنا في الاستقلال 300,000 متر مكعب، اليوم وصلنا إلى تقريبا 1.4 مليون، هو رقم مهم جدا، لما لا طبعا الولوج والوصول إلى أرقام طبعا كبيرة لتكون كل الأراضي نتاعنا قابلة، خاصة الموقع الجغرافي صعب وتأثيرها طبعا كثيرة بالنسبة للجزائر. نظن أنه من خلال استغلال الإمكانيات والطاقات البشرية، أصلا العنصر البشري كيف يمكن الاستثمار بالنسبة للعنصر البشري، وهذا الفكر العنصر البشري اللي موجود في الجامعات نتاعنا لاستغلاله لترقية هذه المشاريع الاقتصادية. شكرا لك الأستاذ هواريتي غرسي، كنت معنا في أخبار المال. إذا نواصل نشرتنا، حيث تهدف شركة توسيالي هولدينغ التركية إلى رفع إيراداتها إلى أكثر من 7 مليارات دولار خلال سنة 2024 من 5 مليارات دولار حققتها خلال سنة 2023، مدعومة بارتفاع إيرادات فرعها بالجزائر. رئيس مجلس إدارة الشركة التركية فؤاد توسيالي كشف أيضا عن سعي الشركة إلى رفع إنتاجها من الطاقة الشمسية بأكثر من 10 أضعاف لتبلغ 2500 ميجاوات باستثمار مليار ونصف المليار دولار ضمن خطة لإنتاج صلب من مصادر الطاقة الخضراء.
أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها بخصوص الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري. أوبك وفي تقريرها الشهري توقعت ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2,025,000 برميل يوميا في 2024 على أن يبلغ 1,800,050 برميل يوميا إلى 2025، وهي نفس توقعات الشهر الماضي. في نفس السياق، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط خلال السنة الجارية 1,240,000 برميل يوميا بزيادة 180,000 برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. الوكالة استندت في توقعاتها على تحسن نمو الاقتصاد العالمي وتغير سياسات البنوك المركزية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط خلال الربع الأخير من سنة 2023، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تراجع فيها وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بالزيادة لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد توقعات أوبك بارتفاع نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، وبعد تراجع أسعار النفط خلال تعاملات يوم أمس، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس المقبل بنسبة 0.65% لتبلغ 78.39 دولارا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي تسليم شهر فيفري بنسبة 0.90% لتسجل 73.21 دولارا للبرميل. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن حكومته حددت هدفا لخفض الاعتماد على إيرادات النفط من 95% إلى 80%. السوداني وفي كلمة له خلال جلسة نقاشية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أرجع ضعف النمو الاقتصاد في العراق خلال العقود السابقة إلى انعدام التنوع الاقتصادي والاعتماد بشكل شبه كلي على عائدة المحروقات. الاعتماد على عائدات النفط كمصدر أساسي لتمشية أمور الدولة كان واحد من العوامل اللي أضعفت النمو الاقتصادي في البلد طيلة العقود الماضية. في هذه الحكومة وضعنا هذا الهدف أمامنا، والانتقال نحو تنويع الإيرادات في برنامجنا وفي الموازنة الاتحادية لثلاث سنوات وضعنا هدف خفض اعتماد الموازنة على إيرادات النفط من 95% إلى 80% خلال هذه الثلاث سنوات. أيضا وضعنا نسبة 5% معدل النمو المستهدف خلال هذه الفترة. ارتفعت عمليات توليد الكهرباء من الفحم على مستوى العالم إلى مستوى قياسي في عام 2023 مع تجاوز صادرات الفحم الحراري 1 مليار طن لأول مرة على الإطلاق، رغم الجهود واسعة النطاق لخفض الاستخدام الوقود الأحفوري. وأظهرت نتائج تقرير صدر عن مركز إمبرير لدراسة البيئية الخميس أن إجمالي الكهرباء المولدة باستخدام الفحم بلغ 8.29 ألف كيلووات للساعة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بارتفاع بلغ 1% مقارنة بالفترة السابقة من العام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. قال محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني إن إعادة بناء الوحدات السكنية التي هدمها جيش الاحتلال خلال عدوانه على قطاع المتواصل من أزيد من 3 أشهر في قطاع غزة قد تجاوز 15 مليار دولار. المسؤول الفلسطيني وخلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس قال إن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة وإن الاحتياجات المالية ضخمة، خاصة في ظل تواصل العدوان وتضرر هائل في المباني السكنية والبناء التحتية.
كشف رئيس وزراء تونس أحمد الحشاني خلال لقائه جمعه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غوركييفا أن تونس ستتمكن من تسديد ديونها الخارجية خلال العام الجاري. الحشاني قال إن بلاده أوفت بجميع أقساط ديونها في سنة 2023 وبلغ حجم الدين الخارجي لتونس العام المنقضي 8759 مليار دينار تونسي. ختام أخبار المال، إلى اللقاء.